السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبة؟ ازيك يا سدن؟ ازيك يا آدم؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. دلوقتي احنا هنراجع مع بعض الهوم وورك ونشوف الأخطاء بتاعنا علشان ما نكررهاش مرة تاني. هنا أول حاجة، هنا دي بيقول لي ايه؟ بيقول لي النمبر بتاع الهالفز ان وان هول. احنا عارفين وان هول يعني واحد كامل كده، صح؟ صح. طب الهاف ديت في كام هاف عندي؟ 2، يبقى لازم نكتب هنا ايه؟ 2. طيب بيقول لك النمبر بتاع الثيردز ان وان هول تبقى كام؟ 3. يبقى هي عباره عن 3، هي 1 اوفر 3 و1 اوفر 3 و1 اوفر 3 كلهم كام؟ يبقى 3 اوفر 3، يبقى 3، صح كده؟ طيب كام فورس عندي؟ 1 2 3 4، صح؟ الفورسز كام؟ 1 2 3 4 اللي هم دول، دي ال 1 ودي الهاف ودي السيرتس ودي الفورس، كده 1 2 3 4، يبقى كل واحده 1 اوفر 4 كلهم كام؟ يبقى 4، صح؟ يبقى 4 فورسز، في 4 ايه؟ فورسز. طيب بالنسبه للنمبر بتاع السكسز، النمبر بتاع السكسز هو عبارة دلوقتي عن النمبر بتاع السكسس، في كام سكسس؟ 1 2 3 4 5 6، يبقى كام؟ في 6، يبقى كله يعدل. هنا السفنسس كام؟ متكررة 1 اوفر 7، طالما في الدينومينيتور 7 يبقى عددهم كام؟ 7 على طول. طب الايتس يبقى كام؟ 8، صح كده؟ صح. يبقى عندنا 8 ايتس، 8 ايتس، تمام؟ دي أول جزئية كانت عندك فيها مشكلة وأنا عدلناها دلوقتي. تعالوا بقى نشوف اللي هي الورد بروبلم، اسمها الورد إيه؟ بروبلم، اللي هي المسائل الكلامية يعني اللي فيها كلام زي كده وحكي وفيها زي ستوري كده أو الستوري بروبلم. بيقول لك مصطفى هاد كانجي بار، معاه كام؟ اللي هو كانجي بار، معاه إيه؟ كانجي بار. هي توك تو دايز تو إيت إت، يبقى قعد ياكل فيه قد إيه؟ يومين. تمام؟ and ate the same amount each day، يعني كل يوم كل قد اليوم اللي قبله بالظبط، هو كله في يومين وكل يوم قد التاني بالظبط، يعني ما فيش يوم كل كتير ويوم تاني كل قليل، نكل ايه نفس الايه the same amount يعني نفس الكمية each day يعني كل يوم. نيجي بقى بيقول لك on Friday يعني يوم الجمعة he ate one pieces، يعني يوم الجمعة اكل قد ايه؟ وان بيسز يعني قطعة واحدة. وان ساترداي يوم السبت زي النهاردة هي ايت وان مور بيسز، يعني اكل يوم السبت ايه؟ وان مور بيسز يعني قطعة تانية. which of your fractions bases best matching يعني تتوافق مع الستوري دي، الستوري القصة دي. بيقول لك ارسم اند ليبل، هنفترض ان دي ايه؟ اللي هو الكاندي بار بتاعنا، صح؟ هنفترض ان ده ايه؟ كاندي بار، عادي الكاندي بار اهو، هو كلو على يومين، كلو على يومين، يبقى نقسم دي كده ايه؟ بالشكل ده، وهنلون ايه؟ جزء منه، الجزء اللي هنلونه يعني جه اول يوم مثلا اكل الايه؟ اكل الحتة دي، اكل ايه؟ الحتة دي، وجه اليوم التاني اكل الايه؟ الحتة التانية، صح كده؟ صح. يبقى جه هنا اليوم التاني اكل الجزء التاني الحتة التانية دي اهو. طبعا انتوا هتعملوا احسن مني بالالوان، بس انا بعلمكم ازاي تحلوها. خلاص اتفقنا؟ طب ايه الفراكشن اللي يمشي معانا بقى هنا؟ ببساطة جديدة جدا هنقول ان الفراكشن بتاعنا هنا دي تتعمل كده، نلونها دي من جديد الحته دي عشان هربت مننا. خلاص يا اولاد؟ خلاص. طب نيجي هنا بقى بيقول لك الفراكشن هيكون ايه؟ 1 اوفر 2، 1 اوفر ايه؟ 2. صعبه ولا سهله؟ سهله. طيب هنا بقى بيقول لي وائل بنز سكوير بيسس اوف ايه؟ كاردبورد، ادي الكاردبورد اللي معاه وبعدين قسمها لايه؟ لهاف، يعني القطعه دي قسمها لايه؟ لهاف.
يعني اكن دي كده القطعه بتاعتنا او كرتون قسمها كده الاه لهاف كده، يعني هاف يبقى ايه بالنص كده صح. وبعدين هي بيند ايتش هاف ان هاف اجين، بعد كده عمل الثانيه ايه برضو تانيها كده، عمل ايه كل واحده من دول قسمها كمان لايه لاثنين مش كده. طب بصيلي هنا عشان تشوفي الشاشه، يبقى دي ايه قسم دي كمان لاثنين وقسم دي كمان لايه لاثنين كده. بيقول لك درو ا ليبل اند ليبل ايت بلو. طيب في الحاله دي احنا الواحده من دي بكام؟ تبقى ب 1 اوفر كام؟ 1 اوفر 4. يعني احنا لو جينا واحده كده وظللناها بالشكل ده كده هنقول دي كده ايه؟ اكنها 1 اوفر ايه؟ 4. اما كل الاجزاء كام؟ 4. يبقى دي كام؟ 1 اوفر كام؟ اوفر 4. هنا بيقول لي احمد بند ابيسس برضو اهو، شوف بيتني هي قطعه من البيسز اوف ايه كارد بورد انسيرتس، يعني الثلاث حتت بيتنيها ليه لثلاثه 1 2 3 كده 1 لثانيه الاولانيه ودي الثانيه ودي الايه ودي ايه الثالثه. بيقول لك هي بيند اتس سيرد ان هاف. الله شوفوا بقى عمل ايه احمد، يعني هو خد الاولانيه كده دي كده اصلها كده صح، اهو عملها الايه عملها ل 3. يبقى كده ايه كده 1 كده 2 انطقوا معايا كده كام 3 كده 1 كده 2 كده ايه 3. ورجع بعد كده قسم كل واحده من دي او تاني كل واحده لايه ل 2. يبقى كده 1 2 3 4 5 6 مش كده. يبقى اللي بيقول لك بقى درو اند ليبل اب بلو. هنا بقى هنيجي هنا نظل دي كده. طب دي كام تعتبر 1 ايه اوفر كام؟ 1 اوفر 6. عدد الاجزاء دايما بيتحط تحت في الدينومينيتور، بيتحط تحت فين؟ في الدينومينيتور. واضحه ولا مش واضحه؟ واضحه. في حد ليه سؤال في الجزئيه دي؟ لا. يعني فهمناها؟ ايوه. يبقى 1 اوفر كام؟ اوفر 6. هنا طبعا نوصل دي كده اهو، نوصلها كده اهو كده اهو 1 2 3 دي نعملها كده اهو 1 2 3 4 5 نعمل كمان واحده كده يبقى كام؟ يبقى كده 6 صح كده يا ولاد؟ صح. ماشي. هنا بيقول لك سامح بنتس ابيسز اوف ايه كاردبورد برضه نفس الكلام انسيرتس. اه يبقى قسمها كام حته؟ انسيرتس يعني تلات حتت صح؟ نعمل كده دي كبيره شويه ما تهزوش الترابيزه اهي، قسمها انسيرتس. يبقى كده ايه كده واحده كده الثانيه كده ايه الثالثه. بعد كده نشوف بنقرا بقيه السؤال. بيقول لك بينز ابيسز اوف كاردبورد ان اي سيرتس اهي سيرتس هي بينز اتس سيرتس ان هاف. يبقى كل واحده قسمها لايه؟ لهاف. يعني قسم دي كده لهاف وقسم دي كمان لهاف ورجع قسم دي كمان لهاف بقوا كام كده؟ كانوا 3 بقوا 6 صح؟ ماشي. وبعدين زين عند اذن يعني هي بيند اتش بيسز ان هاف اجين. اه يبقى خد كل واحده من دي برضو قسمها لايه لهافز برضو يعني التو صح. يبقى دي هتبقى كده قسمها ويقسم دي كمان ويقسم دي كمان ويقسم دي كمان ويقسم دي كمان عدوا معايا يلا. يبقى كام كلهم كده؟ يلا يلا نقول كده مع بعض. تعالوا نشوف استنى هنا اول حاجة هناخدها نعد مع بعض كده كام؟ كده 1 كده 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 كام؟ 12. طيب يبقى هنلون واحدة بس كده صح؟ اللي هي ايه؟ هتكون مثلا واحدة زي دي كده هنلونها بالشكل ده.
صعبة ولا سهلة؟ سهلة. يعني ننقل لحتة تانية؟ اه. يلا. هنا بيقول لي مارفينا هاد الونج بيسز اوف وود، يعني وود اللي هو ايه؟ الخشب. الود اللي هو ايه؟ الود اللي هو الخشب مع قطعة لونج بيسز، يعني مع حتة طويلة من الخشب يعني. She cut it into eight equal parts، يعني قسمت القطعة الطويلة دي لكام؟ equal parts. ل eight equal parts. eight equal parts. طب يبقى نيجي نرسمها كده، نعملها eight equal ايه؟ parts. ما تهزيش. هنيجي هنا 2 equal part 8 equal part، نقسمها كده. عد معايا كده 1. ركز معايا، ركزوا معايا هنا كده. نعد مع بعض كده كام؟ 1 كده 2 كده 3 كده 4 كده 5 كده 6 كده 7 كده ايه؟ كده 8. بيقول لك بقى she gave 3 of the parts to her sister، يعني ادت لاختها كام؟ 3 بارت. ادت لاختها كام؟ 3. she gave 3 of parts to her sister، بعد ما قطعتها كده ال 8. عدوا كده معايا 1 2 3 4 5 6 7. شايفين هم 8؟ لا 7، وهنا في واحده اهي، يبقوا كام؟ 8. بعد ما قطعتهم ادت لاختها كام؟ ها؟ ايوه she gave 3 of the parts to her sister and one part to her brother، وواحده لايه؟ لاخوها، صح كده؟ هنا بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك what is the fraction of the wood does مريم مارفينا have left؟ اتبقى معاها قد ايه؟ تعال نشوف الباقي مع مارفينا قد ايه. اول حاجه بيقول لك color the fractions that her sister بتاع sister بتاع اختها واللي هي خدته باللون الاحمر، يعني الجزء اللي خدته اختها بتقوله باللون الايه؟ الاحمر. and the part of his brother or her brother gets a blue. اه نيجي بقى عند اختها اللونه بالايه؟ باللون الاحمر. هي خدت كام جزء اختها؟ خدت كده 3. يبقى نيجي كده هنا نعمل 3، ادي 1 2 3. لونا كام جزء؟ لونا 3 بارت، اللي هي اديتهم لمين؟ لاختها. اللي اديتهم لمين؟ لاختها. لوناهم باللون الريد اللي هو اللون الايه؟ الاحمر، صح؟ وجي اخوها اديته ايه؟ اديته قطعه واحده وقال لك اعملها لي باللون البلو. اعملها لي باللون الايه؟ البلو زي كده اهي. طب يتبقى معاها هي كام بقى؟ 4. يتبقى معاها 4. نعدهم كده مع بعض كده 1 كده 2 كده 3 كده 4 بارتس، ماشي؟ يبقى ذا ليفت بارت اوف فراكشن، اه هي خدت اتبقى معاها 4 من ال 8، صح؟ يبقى كانها 4 اوفر ايه؟ 8. واحنا عارفين ان الفور اوفر ايه؟ يعني اللي هو ايه؟ الهاف، صح؟ نصهم بالظبط، ولا كلامي غلط؟ صح ولا غلط؟ صح. ماشي، يبقى كده هي دي الاجابه بتاعتنا. نعمل دي كده، هنا نكتب ايه؟ هاف. انت عارفين عملنا ايه؟ 4 ديفايد لل 4 بتديني 1. طالما عملنا 4 ديفايد لل 4 نعمل تحت كمان ديفايد لايه؟ لل 4. تبقى ايه ديفايد لل 4؟ هتديني ايه؟ 2. هتكون دي هي الإجابة بتاعتنا.